بسم الله عشان ابدا اعمل الجريد في برنامج الاول بلان. هتلاقي الموضوع سهل وبسيط. انا هاجي هنا من بيزك اقول له ادفانسد درافت، اختار عندي نوع من الجريد الاكس جريد والبولر اكسس جريد. اقول له انا عايز الاكس جريد دلوقتي. الفرق ان ده الخطوط اللي هي المستقيمه وده اللي هو بيبقى على شكل زاويه او بيبقى فيه ميل. اقول له انا عايز الاكس دايركشن، الاكس بتاعي هبدا اشوف ايه الجريد اللي فيه. اولا انا احدد تكست واحدد شكل اللاين، احدد انا عايز بوردر ولا لا، وفي الاخر اروح لجنريت ريجن بيزد اون اوفست وابدا احدد المسافات من كل واحده والتانيه. واقول له اوكي وادخل بعد كده على الواي وابدا احدد المسافات بينهم. اقول له اوكي واقول له حط لي الجريد بتاعي في النقطه دي مثلا. ابدا احط لي الجريد، بيقول لي انت عايز يبقى في عايز يميل ولا مش يميلش، يعني الجريد دي يبقى واخد ميل وهيبقى طبعا كله موازي ليه او عمود عليه. اقول له انتر، خلاص هينزل معايا الجريد بالشكل دوت. تمام، لو انت عايزه بزاويه هتختار هنا وانت بتنزله هتبدا تشوف الزاويه بتاعتك هتبقى قد ايه وتحدد الزاويه او تكتبها على طول. هنا ده البولر اكسس جريد، نفس الفكرة برضو الخصائص بتاعتها، بس هتقول له هنا جنريت ريجن حدد المسافات بينهم. وبعد كده الانجل، هل انت عايزه 360 درجة ولا 180؟ اوكي هبدأ انزله بالشكل دوت. نزل معايا، طبعا ممكن تستخدموا الاتنين مع بعض في نفس الاريا او في نفس المشروع عشان تعمل الجريدات بتاعتك مظبوطة.